السلامة ومرحبا بكم. اسمي عزيز بارك الله عمري 18 سنة. أنا كان كشاب تونسي مواطن تونسي ما نعطيك صوتي إلا نشوف أهم النقاط اللي نسعى لها الناس الكل باش نصلحوا من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التونسية. أهم النقاط نبدأ بالنقطة الأولى هي إصلاح المنظومة التربوية في تونس نظرا للفساد المالي والإداري اللي تمر به وزارة التربية واللي ناس كل تشهد بشيء هذا، وكيف كيف البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التربوية. إضافة إلى ذلك باش ندخلوا وزارة النقل في موضوع وزارة التربية لأنه نعاني مشكلة النقل في المناطق الداخلية بالنسبة للتلامذة خصوصا في المؤسسات التربوية معناها المدارس أو الليسيات أو الكوليج. إضافة لذلك عنا نقطة ثانية اللي هي مهمة واللي هما لدو باز متاع الدولة هي الصحة. يعني نعاني من بنية تحتية سيئة ورديئة جدا للمستشفيات في تونس، نعاني من أزمة في الأطباء، أزمة لأنه نشوفوا في هجرة ما يقارب 6000 طبيب كل سنة، يعني نسبة كبيرة برشا ومهولة بينما هما كفاءات عليا يعني تستغل فيها الدول الأخرى احنا ما نستغلهمش. علاش ما نستغلهمش احنا؟ من اجل ان نطوروا في الصحه تاعنا.